بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بميلة جوكتان ومركلة برنامج ذات كلاس عتين أيرو تي في مركل كوات وحن الله نهاي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة دي حالة كدة عدي حبت اللي إذا مقالة مقدشة هل كاسي الشعب الصوماليات اللي جوجو ماضي أيام ما أنت كهل دونا وبرور دي هي تعسي أي هو ده أمد الصوماليات الدولة الصومالية أمرنا يان مدحدة أول ستيت موفمنت وحامانتا هلكان مرتيجوا أقوياهن هجان كلابات أول ستيت موفمنت محمد عبد الله أبسيه يو هجان كده مروة بصرة جردشيل وفنتي لبدو دوبا كم ترسيه مدحدة صلاة إسم أما لقاقة أول ستيت سودوان كديب فنتي تعسيدها سي يا إنك جبي أهم بوحي نصرتي وهب ummada Soomaaliyeed baan galiliyada iyo calool xumada iyo ulugada la qaybsanayna mudane ku soo dhawaa Wayro TV. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah, salaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam. Ilaahay baa mahad leh. Faysal wa maadsanta hadeer. Yaani kulli muxuu aha wax kasto oo yimaada وحي مصيبة أنا وحي هذه الشيء رجوه الرئي إن لقى جوابه إنا لله وإنا إليه راجعون مركا مصيبة ذا دعضي حالي كان دعضي مقالة مقدشو حيبت اللي يدو ضدك الصومالية دا يرتاولي بدن يرادة أبداً لقو حسوقي أيان آد يا آد وغتيرا ينسان نحي هدان نحي أودل ستيت موفمنت أنا جوه كامي يكو حجين كي كوباد أنا جوه محوها أفكا أودل ستيت موفمنت نكو هضليا وحن لغيب سنة يا مرقدة هي تعسيدا محوها يعني دات كاس كعنتك حق درني أي محوها الله يسي يعني وحبك لبسن يجو محوها عافمات قبا ومحوها يعني iska caweynaya oo maxuu aha dulkoogi jooga oo dheeladoodi iyo baladkoogi jooga muxuu aha yani maaratay argagixisadu ay ku xasuuqday hotel ku yaalay magaalada Liido ee xeebta Liido ee magaalada Muqdisho waxaan aad iyo aad uga xunnahay hadaanu nahay outer state movement aadna uga tiraayaysanahay masiibada dhacday iyo xasuuqa loo geystay dadka aan waxba galabsan ee Soomaaliyeed ee halka lagu laayay wixii dhimasho iyo wixii dhaawac intaba waan ka xunnahay run ahaantii waan la qaybsanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaan la qaybsanaynaa tiraanyada iyo tacaasida muxuu aha arintaas ku wajahan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa weeyii wax geysteena ناربو متيستي هو محوها يعني مارسة لغو حسوقيان وحبا قلب سننا إلهي بي محوها هرچوغان ما أنت انتي لمتي وحان لهي إلهي جنة الفردوس حقيو قعنك حق درن باد الشي انتي داو عانتينا وحان إلهي وقبري يا إنو إلهي أبوغر دايو وعافمات سريعنا ودك دك السيو إن شاء الله تعالى دولة الصومالية دي شعب الصومالية دنا وحن لنا حي يعني أرجع حسدو محوها دي وحي وح ويعني وح لقابي هاي وح شروي يعني هلك على السوق هذا محوها دولة نيوز الصومالية ده بربر كي كسوكو هي ما أنت هلك يتعج أنت هاي ده أنت عبا وي نحصعتا محوها وح محوها رنتي أم بحال نماء هين أم هرر نماء هين waan ku sifeeyo ma garanayo waxaas muxuu aha argagixisadu ay dadka Soomaaliyeed ku xasuuqayso muxuu aha wax kale oo lagu sheegi kara ma jiraan cid kastaba ha ka dambayso cid kasta gacan ku yeelato laakiin waxaan uun qiraya oo inaanay arintaasi arin diimeed oo diin ku saabsan oo dadkaasi dhibaatada noocaas iyo waxa noocaas iyo falalka noocaas ay ku jireen yaani dadku ay u leenayaan inaanay ahayn laakiin أي تهي يعني وح ملك اللي جها جيو محوها لوجو ترجع لي مشروعه محوها يعني ماركتي وحن كلي
آدي آد محوها عنيقو كحن فالكا حالي توكرد عاي مقالة مقدشو حيبت الليدو آدي آدنا وقحن وصنينا تعسيدنا اللوو داقا يددكي أي كجيريو داين انتي دمتاي انت داو عن تيبا محوها وان وحن غب حيا وان لي هاي انتي دمتاينا الله ونحريستو انت محوها داو عانا الله وبوغا دايو شعبك الصوماليات نوح الله قعمها يسقف صدا من نمضه يو قعمها أولا يسقف صدا وحي آد يا آد وحوقت رئيسا إن أرقاق حسادا سيوة تشير اللوغة وظهرتغو إن أرقاق حسادا سيوة تشير اللوغة هرتغو أي كينيسا من نمضه تفرارغا يو فتت كويك لفكر دوناكرا لكن هلو مدوبو وحي محوها دينتا محوها تفرار قصمين ايا وحي الدين تكسوهر تيدا وحي الدولة نمادة كسوهر تيدا إن لو مدوبو أو صوماليا ايقا عانتا اسكو قبسطو وشعبكو مدوبان بان أسوه تيدين ايا دولة صوماليا ادنا اي كوهكتو مد نمادة دالكا ايا الدين تا مد نمادة الدين تا ايا دالكا اينا محوها ودكا كوهو قامسو محوها شلايتو وقدن بيسي ديوان اركي اي علماء الصوماليات با مقدشه لا اسكو كاني مدنمد اي كحدليين يا توحيدكو فائدته هي مهمته اوليهي وا وخا لو باهنيهي يعني واحد مودا مركي علماء الصوماليات انتي مخوها مقدشه اسكو يمادين او اي كلمين اي سو سارين باق مدنمو اي مخوها كوتليين ان الشعب الصوماليات يا امه الصوماليات اي مد احادان ومد كلي اي نقدان او اي مخوها كلا ججبك اي تفرارق اي كوان توبان ايا فالكن محو محو ها فالكن نا محو ها كدن بي او دعي واشالي وحا لابدو باي دعي ان علماء الصومالية اي سيدا سو سارين ارقا قحسودنا اي حالي تو محو ها يعني دادك الصومالية دي وحبق لبسن اي سكع وين اي محو ها يعني هو دي لدى اي حيبتا اي محو ها للكوغا اي كورا حيسن اي ان اي محو ها اي محو ها حسوقان مركا waxaad arkaysaa in aan midnimo aanay ogolayn argagixisadu waxaad arkaysaa in aanay midnimada ka soo horjeedaan waxaad arkaysaa in aanay diin iyo midnaba u jeedin waayo diintu waxay nafaraysaa in dadku mid ahaado in dadku mid ahaado oo muxuu aha yaa meel loo wada jeesto waa hadalka waan ku dheeraaday wixii muxuu aha barnaamijku ahaana aan halkan u soo galayna waxay ahayd in aan la qaybsano dan outer state movement nahay taasidaas iyo tiiraanyadaas iyo waxa Soomaali shacabka Soomaaliyeed ku dhacay xalayto inaan aad uga xunnahay inaan sheegno oo aanu si sare iyo si hooseba u sheegno insha Allah ta'ala intaas ayay muhiimadu ahayd waan muxuu aha ku soo noqon doonaa hadii ay muxuu aha wax kale jiraan laakiin intaas ay muhiimadu ay tahay aad iyo aad baan Faisal iyo muxuu aha Aira TV na ugu mahadnaqaya in taasida naga gaarsiiyaan Soomaali iyo dawladda Soomaaliyeed intaba wa maadsantii aad baad ma soo taa mudane marwa basra jir dashil edo soo dhawaadiguna bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah marka hore waxa mahadla ilaahay tohoriyo to dambaba mahadla labaadna waxaan u cadeeyneynaa Aira TV iyo Faisal Abrone oo noo oo mataqaana noo dib yareeyay inaan taxsidayada hadaan nahay outer state movement taxsidayada inaan gaarsiino umada Soomaaliyeed xalay xasuuq ku helay magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebta Liido marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan aad iyo aad iyo aad uga xumnahay dhamaan hadaan nahay ururka xaqooda u dagaalamaya xaqooda raba inay soo ritaan waxaan aad uga xumnahay dhibaatada xalay halka ka dhacday subhanallah subhanallah يعني واحد ديار لو يهي ما أهين لكن ووحي حمر براتي ومصوبة حمر كهب ستي انت كدن بيسا انت كدن بيسا قال يا مسلم وحي دونان بها هادان أفكار تأمن من سن إنا يدلن يرد الصوماليات أي حسوقان أي هو يوينك الصوماليات مرول بكردغان هو يو هو سيو كربة أو أويدا عنو هو يانا هي واندريم يا مانتا رمتي هو يوينك حالي أو أولادو دي أو نبات قبا intay guriyahoodii ka baxeen rag iyo dumar waxay doonaan ahaadaan ay xeebta tageen wadankoodii iyo badda iyo layda ay tageen iyagu ma aha kuwa wax leenaya ilaahay wax xisaabinayay xataa haday jirto in qaldan dhalinyarta dabri inay toobad keenayaan boqorka laakiin caalam yiri anaga waxaan doona sameeyayna
وحن إلهي كبري يا إسجا وين إسجا واحدة إسجا عرك يا دلك أبو ري إسجا أنت أود حيسا أبو ري إسجا أود داله إنه إنجا قبتو إنجا قبتو إنجا قبتو إدها وشم وضطع حمر تارجت ككدي قتاي إدل يرت تارجت ككدي قتاي أمر والبين لا دبتشوا إن إنه وينه هذان هو يوينا هذان أبيالنا هذان دنيرنا هاي دبعت هذا هلك كده عليهم تي وحويان وحن كقبان كرنا وكل يوم دعو إن يه إن الإله يبرنه إن إلهي مصوبة ده أنو نقص على نسجا وينه واحدة هو مصوبة ده جيسنا ين ربي أمبا أبو ري وحن لا يا هاي معلم بلا إذن كجوين دونا معلم إذن أجين ما أنت إذن أجين أنا ما بقى قبابة هنا يدد مسلنا هو متقنا إلهي قرنا يا رسول كيس قرنا يا عليه الصلاة والسلام وسلم إن واحد سمينا يان ما قبوا لكن أنت أذاك سنة يان إسلام كي يدير كنا أؤن هي أنت أن مغلى يميد يدا ساكا قربا كفر حي مصوبة هلك هكذا عضي وحن ليه الله سو هديه الله سو هديه وايو إلهي بدين تيس إيه قران كيس كويري إنه إسلام كدد ولا لا أيها أنتم إخوة في الإسلام بعلماء ناشي أكتي marka qof walaalka ayuu dhibaato ku dhacday hadaad baga tiraa iyo hadaad baay tiraa labada horta waa iskaga mid oo waayo qofkii dhibaatoodu gaadhay way gaadhay laakiin waxa lagu kala duwan yahay qofna uu la damqanaya oo walaalkii uu la damqanaya qofna waxay u tahay ba farxad marka intay farxada u tahay ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay Allah idin soo hadiyo meel ay joogaan ba aniga oo garanaynin deeyo ciday kale yihiin iyo waxay kale yihiin laakiin waan ka maqlayaa miidiyada dad le baga iyo waxa xamar ka dhacay way ku haboon yihiin waa khata kabiir weeyaan waayo bari inay adigu ugu dhici waro ma haysid adduunyada waxba laga ma oga waxa la yiri nafsina ma oga halkay nafina ma oga halkay ku dhimanayso nafina ma oga waxay bari kasbanayso marka qof wal halkay oo dhibaato ku dhacday ku farxayso adiga laftarkaaga way kugu soo socotaa runtii topic inaan ka baxo ma rabo waxaan leenahay dadka walaalahaaya ee dhibaatoodu gaadhay ee hooyooyin kale ee aabayaasha ee walaalaha leh waxaan leenahay ilaahay sabri iyo iimaan saadiqa inta laga tagay allah ka siiyo inta dhimatay waa shuhada ilaahay saasan uga bariyeena inay shuhada noqdaan iyagoo iska fadhiyay gacanka gardaran idishay ilaahay shuhadaha ku u aqbalo oo inay shuhada ilaahay ka dhigan ilaahay uga bariyeena inta dhaawacan rabbi waxaan leenahay rabbi ha u boogadhayo runtii hadal badan maanta nooma yaalo waxaan noo taala taxsida kaliya aad iyo aad iyo aad baan ula qaybsanaynaa دولد الصوماليات يشعب الصوماليات مل والبجوجة قدام قنية ولا لهود وحلينا هاي إلى هاي دمان تيمبا سبيرية إيمان صادقة إلهي هاي نقصيو أنت اللي بتقعدينا الله أو يسرع أو الله سبيرية إيمان صادقة الله قصيو عدونا آد بعد أمها تصنتهاي فيصل أبرونة أو نجا قرسية تحسدا ولا على هاي الصوماليات اللي بتقعدي ما هكون وكل يكون دكتور قاعد يودن إيان لنا هاي الله يدين قرقارو الله ينود قرقارو سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنت هذا كبحن مرو بس رجل دشيل أنا وجميعها وجبين مال سؤال كرا وحل جوا حل جي شعب الصوماليات جماعات خبصان لها ين هو يوينكو لفتو ذا يبناك وصو بحل عين رنت اللو شيء لها ذات كان دبين دابيا ذي دبات هذا وضع dadkan bulshada ku dhex jira ee gododka meelaha qaar ka qotay xilligii mala joogaba asleedahay oo la Soomaali meel joogtaba ay maanta isku tirsan lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim hooyo waati culimadu fudee ka afar cisho u fadhiday xamar ee ina soo gaarsiisay sidoo gudoomiyuhu ba sheegay in Soomaalidu gacmaha is qabsato anigu saka basri jirda ahaan ka maanta cimriga aan joogo waxaan leeyahay إلا لا يسكو يمادو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة دا إلا لا يسكو يمادو وحويا صدح إيا ساق عشان كي أيان كلمة دا ما أنت عني قو عمر الجو قبريانا عنده قبر إسكا دا إيار أحا أيان رقب دا نوغور يسكو يمادو ودا علمانيين هايو آد سياسة دا وقهد لي أيا وحان كوري ورياضة هان انتا جسكا دا يسان واركاند ودان كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله دادكا وغيارة innaga caalamka ugu sareyn doona hadaynu kalmadda qabsano maanta waan ku celinaya waanan ku jiraa anigu inaan urur sameeyo hadii Ilaahay yiraahdo inta Soomaalinimada iyo Islaamnimada danaynaysa runtii muddo dheer bay iga qaadatay wali ma wada helin dadkan doonayay laakiin waan ku jiraa hooyo inaan urur ka duulo la ilaaha illallah muhammadun rasuulullah oo from law yaado to raskan body Soomaalida joogta ay ku jirto in Ilaahay waafajiyo intaan adduunkan ka tagin aan tayada aanay noqonaynaan socon ururka inaan uga tago ummada dumarka Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed iyo ubadkaba waxa weeyaan ilaa halka la gaarana
anugu ma qabo in hooyo ay hagaagayso waayo cadawgeenii baa batay inagii baa islaamnimadii ka tagnay inagii baa magac mooye aan islaam ahayn marka waxa halkay masuubadu inaga haysata waxa weeyaan fafiru ila allah buu yiri ilaahay xaggayga u soo ordo buu inaguna xaggay allaan ka ordaynaayo buuq oday qorayuu jeneef ku qoray baan dastuur ka dhiganayna hada khata kabiir weeyaan waxa weeyaan ragga soomaaliyeed siyaasiyiinta sheeganaya cilmiga maadiga ah ku talaxtagay anigu waxaan leeyahay ku soo noqda cilmiga diiniga ah labadaba markaad barataan baad dunyadan hoggaamin kartaan waan ka baxay maama aad baad umaasan tahay hoggaamiye sida ay culimada soomaaliyeed sheegeen maadaama midnimadu ay yiraahdaan waa udubdhexaadka ummadda islaamka ka awdasteed ahaan idinku baaqa aad ummadda soomaaliyeed u diraysaan taageerada aad culimada soomaaliyeed siinaysaan xilliga la joogay iyo awdasteed kaalinteeda ku soo dhawow mahadsan tahay faysala brone aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtiga aadna siisay si aanu muxuu ahaa murugadaas iyo tacsidaas ula qaybsanno shacabka soomaaliyeed ee dhibaatadu soo gaadhay xalayto ee magaalada muqdisho haddii aan ku horeeyo su-aal baa muxuu ahaa kulley anigu maskaxdayda had iyo jeer ku wareegta horena waan uga hadlay maantana waan ku celinayaa su-aashaasi waxa weeye war argagixisa argagixisadan iyo dhibtan iyo muxuu ahaa nimankan muxuu ahaa yani maaragtay dadka dhibaatada yani maaragtay la-een ku wada muqdisho iyo xamar oo keliya waxa u gaarka ah ma garanayo waxa muqdisho gaar u ah ma garanayo waa su-aal meesha taagan argagixiso iyo muqdisho maxaa ka dhexeeya maxaa kala galay muxuu ahaa taasi waa su-aal u baahan in daraasad lagu sameeyo war maxaa muqdisho uun ku koobay balaayadan iyo dhibtan iyo qaraxan iyo waxan oo waxba qarxaya iyo hubkan iyo waxan muxuu ahaa adduunka meeshu doono waxa laga keene maxaa kusoo ururiyey muqdisho this is a question waa su-aal u baahan in daraasad lagu sameeyo haddii aan anigu yacni maskaxdayda yar dib ugu noqdo waxa weeye dee soomaali uunbaa qayb ka ah soomaali ayaa qayb ka ah waxan iyada ayaa muxuu ahaa kuwan muxuu ahaa bambaarada isku soo xidhaya dadka qarxinayaana waa soomaali un marka ma odhan karo runtii waa soomaali laakiin waa dad magaca soomaali ka ah laakiin aan maskaxda iyo maanka iyo muxuu ahaa meel kasta oo muxuu ahaa la taabto aan soomaali ka ahayn islaamna mar hore kala tegey oon islaam ahayn marka sidaas baan muxuu ahaa kulley u arkaa laakiin su-aashaasi waxay u baahan tahay in daraasad lagu sameeyo oo la dabagalo oo laga shaqeeyo haddii aan usoo dhaadhaco yacni culimada iyo shirkoodii maxaqoom yacni waxyaabaha qaarkood oo dee gaal iyo islaamba ay isku waafaqsan yihiin waxaa ka mid a qoomku haddii uu dumayo oo qoomkaasi baaba'ayo waxa weeye culimada ayaa number one ah in muxuu ahaa ay arrintan muxuu ahaa culimada markay number one yihiin number two-ga kale soo raacaana waxa weeye muxuu ahaa qoom wuxuu ka dumaa ama ka dhismaa waa number one culimada number two waa qoyska waa qoyska qoyska guri cid kasta maxaa guriga ay kasoo baxday iyo barbaarinta iyo qoyska ay kasoo baxday iyo oo weliba magacana ay leedahay hooyadu hooyadaa iskale magaca marka marka la doonayo in qoom u dumaya aad arkayso waxa weeye hooyadaa la fidnaynaya maahe culimadaa kala fidnoonaysa oo firqooyin kala noqonaysa oo muxuu ahaa qaybsamaysa oo aan fikirkoogu midaysnayn oo aan taladoodu midaysnayn laakiin hadday culimadu haddii qoom dhismayana culimada oo midaysan baad arkaysaa qoyska oo hagaagsan baad arkaysaa hooyada oo fiican baad arkaysaa markaa qoomkaas waxaad garanaysaa inuu dhismayo waxaan halkaa uga jeedaa waan arkaynay shalayto muxuu shalayto iyo duraad iyo muxuu ahaa in shirweyne culimada soomaaliyeed la isugu yeedhay inay muqdisho ka socdo waan arkay wixii ay soo saareenna wax qurux badan oo wanaagsan oo diintana u wanaagsan soomaalinimadana u wanaagsan
دولد نمدنا اوانا اكسن بيهي اي سو ساري وابقادين اي نارو نهانتي هدي سيدا اسمحوها اي علماء كنا بيهيان وابقادين اينا وسودوين اينا وانكو تاقير اينا وانت اللو باهن يهي هو يدو سوماليات اي محوها سيدي اي محوها محوها بصري شاكتي يعني كور اي هوسبو اي سنة وحوي قولي جيجا ان يكون نقطو ودد كيغا اي كون نقطو او اي يدو ان محوها بربارين تو يدو كبلا بنتاي ان اي قولي جيدا كفلات ان اي برباري سو او اي وحن نكوعي قلي سو او يدو لفتيدو نا اي فهم سناتو dad keega iyo caruurteedana ay fahamsiiso iyadana waa laga marmaan labada qotir ee qoom ka duumo qoomna ka dhisma waa labada waa hooyada iyo qoyska waa culimada waxaan leeyahay hooyada iyo qoyska iyo culimadu gacmaha ay isqabsadeen dadka kale way ku xidmayaan dawladdu khasab bay ku tahay inay ku xiranto oo ay muxuu ahaayeen midnimada ay muxuu ahaayeen ay taageerto haddii ay dhici weydo oo culimadu tafaraaruq ka yimaado ama qoysku muxuu aha yani maartay dhibaato ka timaado oo isagu dhinaca xumaanta u bato waa la dumaya waxaan oo kala badanaya argagixisada badanaysa argagixisadan iyo dadka aan sheegaynay waa Soomaali magaca sidata Soomaali ma aha waxay ka soo baxeen qoys isbe ka soo baxeen ha qoys isbe ka soo baxeen qoomna ilaahay ما بدلو أما ما دوليو إلا يجو استوليان مويا أما ما نبدل مو أو حاجة إصلاح ما تقو إن يجو إصلاحيان ويجو سسوها قاتيان مويا مركب وحنا كوبا قيا ونسوي شيء ديننا دارنا نهاي أنا جو كوه ليا ما جاي جاي ما جا أو ذا الستيت موفمنت وحنا أسوي شيء دنيا الصومالي إن أي قعمة هاي سقبسطه إن أي كم دودو يعني كلمة دا إلهي نين والبا كود كودي أنت كود توصل يا كود عن كود توصل نين والبا وحكولي لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله وحن ليه لا إله إلا الله محمد رسول الله أضيبان محوها يعني ما أرق لكن يعني أن كسو قاري مرتي وكتغي ومرهوري أضيب محوها كلي أركيها أيا وحو أركي صلاة الصبح مركو تكنيو او ايداميو وا وخه اورن جيري يا ددكيو اسكه هردوان صلاة دي ايمانين بو اركي يو اركي وخه اورن جيري او هادين جير افكه لا دحي جيري او ان سو غارن عيد ولبا اي شيغي جيرتي ور لا اله الا الله محمد الرسول لا اله الا الله مرنو مدو وحبا تري ميس لا اله الا الله مرنو مدو وحبت تري ميسو ورنتيوي ومرتيوي لا إله إلا الله يعني مارتي معنى هيجي إيو عبادة دي إيو أفعاشة دي أي لصعته بوحوي وتميل وقاريو لكن لا إله إلا الله مرنو مدو أفكرات كتراضو يعني أورك آقا إيو أفعاشة دونا أنا لصعنين وح أي بدليسو إيو وحي كينيسو أخرى مريه مجفتو دومتان إيو لباتة دا عينو أركينو مبي كيلسا وكان محوها دادك اللينا دادك حسوقي ايس غرحيي وحكولي لا إله إلا الله مركب لا إله إلا الله سيدي لا إله إلا الله مرنو مدوي ماها لا إله إلا الله دي الرسمي قايد وتي لقرني ماها تي إلهي كتوصنايد ماها دي مركب وحن كقبحيا وان هذا الكي يكسو قبقبيني ومدى الصوماليات اما شعبك الصوماليات meelha uga soo wada jeesto waxan sidoo iskaga dhameyn lahaana falowgeed ha qabto dawladda Soomaaliyeedna ha ku hoggaamiso oo ha ku gargaarto oo ha ku garab istaagto cid kasta oo gargaareysa yaani maaragtay argagixisada cid kasta oo muxuu aha yaani maaragtay u haysa yaani niyad sami u haysa cid kasta oo ficil iyo muxuu aha yani fikr intaba ku gargaareysana meel ha looga soo wada jeesto waxaan leeyahay Allah soo hadeeyo siday basraba ku ducaysay laakiin in loo fuujignaado oo dawlad iyo shacab gacmaha la isqabsado oo laga shaqeeyo oo la ogaado wariya waxan
أن محوها دون إن إيه مدن مدن إيه إسلام مدن يا كتوسن يا سكتوسنين إن محوها كعمها لسكو قبصدون لهم مدوبو حولي مدنة باقي يسو سارين آد بوق روح بدناي هفوليان دولة الصوماليين هفوليسو باقا هفوليسو إن شاء الله تعالى سيداس بالاقا بحي كريا بان أمالين يا إن دباتتني أي سي وارتو إن لو مدوبو ولغا هرتغو وقعمها ليس قبصدو ومحوها محوها لدميسترو ومحوها لعربترو سيدا أمبالاقا بحي يا عربتاني سيكالو اللوغا بحيا ما شفتو أنا قصة سيقوم بغطا هذه آد بعض ما هتسنتي عيرو يو فيصل أبروني صحفي أبروني وما هتسنتيهين انتا سنسو جيدين يا سومالي مد أه قعمها إسا إسا ته أرقا قحيسة مد أهان كغهر تكتا انتا سنسو جيدين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام انتا يان كسا أفميري دونا برنامج كي نيقار كهي برور ديغ دا وحيشا لك دعي وقال هذا مقدسة قارحان حيب تليدو برنامج كنا مانتا يمرتو يوغو هايين وقامي كويان كلاوان مودانا محمد عبد الله وبسية وقانكا قلاها دحا مروة بسلة جرد الشيل ري أو دو ستيت يو أمدى الصوماليات با لما هالكان تعسي ودى جرى أيه كديريان أمدى الصوماليات سيدة لشيغينا من نمو ولا نمو يو اسكو يلبدير البان أرجيلين عدانو أيرو تي في نهي